صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى أدفيت على الحسن الأبقى فالورد وهتنقى حسن يا رب الخلق طهيره فلا يهوي نزقى أدفيت على حسن يا رب لنا الخلق طهيرا فلا يهوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاك سبق فإذا على الحسن العبق فالورد تضوى تنقى حسن يا رب لنا الخلق أدفيت على الحسن العبقى الورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهيره فلا يهوي نزقا وسراج النور قد تلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا أدفيت على الحسن الأبقى طهيره فلا يهوي نزقا أدفيت على الحسن الأبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهيره فلا يهوي نزقا